أثابكم الله. يقول السائل: رجل أعطى زكاة ماله لإنسان يثق فيه وقال له بدون تقييد: اعطها لمن تراه يستحقها من الفقراء الطيبين، وهذا الرجل هو من أحوج الناس لهذه الزكاة، ومنعه الحياء أن يخبر صاحب المال عن حاله، فهل يستطيع أن يتصدق عن المزكي بهذه الزكاة على نفسه لكونه يستحقها، ولكون الرجل صاحب المال لم يعين بهذا المال، إنما وكل ذاك المحتاج بأن يعطيها لمن يراه أهلا لها، وبارك الله فيكم؟ لا يجوز هذا، لأنه وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه، الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا بإذن الموكل. إذا كان محتاجا عليه أنه يقول للموكل: أنا بحاجة، أنا تأذن لي أخذ منها، فإذا أذن له فلا بأس. أما أنه لا يخبر الموكل ويأخذ لنفسه هذا لا يجوز. الوكيل لا يأخذ لنفسه، الوكيل لا يشتري لنفسه، لا يبيع على نفسه،